انا اسمي عبد الحميد ابراهيم نبيه شريف، طالب في الفرقه الرابعه كليه هندسه جامعه طنطا. عرفت التدريب ازاي؟ ان كنت عاوز اخد كورس ديستريبيوشن وشفت كومنتات كتير على جروبات شركه الكهرباء وكده يعني، فدخلت اسال باشمهندس زميلي شغال، فكان هو عارف باشمهندس حمدي وهو بيعز يعني شويه، قال لي الناس دي هتفيدك كتير فاروح وجرب يعني. فقدمت اول ما التدريب فتح والحمد لله يعني جاتني، استفدت كتير جدا يعني. كنت السنه اللي فاتت طلعت تدريب شويه مع واحد زميلي لمده شهر كده، ما كنتش واخد اصلا يعني فكره عن الموضوع قوي غير 10%، فاول ما جيت هنا استفدت كتير فعلا لحد مثلا 80% ولا حاجه، وعرفت التصميمات والتنفيذات لحد ما يعني في البحث والكلام من ده معلومات سبتت اكتر. راضي عن التدريب بنسبه كام في المية؟ يعني ممكن نقول 80% ولا حاجه. زي الفل. طب راضي عن المدربين بنسبه كام في المية؟ اللهم كتر خيرهم يعني مثلا بنسبه 95%. والله ممكن يعني اول حاجه اللي هو يفرغ نفسه التفرغ تام للتدريب يعني، لانه بياخد وقت كتير جدا وكميه الضغط اللي هتبقى فيه عشان يطلع يعني باكبر استفاده ويحقق اللي هو عاوزه يعني وبس كده.